كويس. يمكن احنا عندنا كده دايما في اول الحلقه بيبقى عندنا يعني فقره كده صغيره بنتكلم فيها عن ايه اخبار السوشيال ميديا الجديده كلها ايه اللي حصل. اول خبر موجود معانا يعني ان في واحده ست الحقيقه عمل لها شير جامد جدا صورتها وهي حاطه ايديها جوه ازاي كانت بتغسل برطمان او حاجه وبتغسل ايديها البرطمان قصدي ايديها اتحشرت جوه البرطمان. فهي حطت عملت بوست للصوره وبدات تسال انها تقدر تطلع ايديها ازاي رغم كم الصابون الكتير اللي احنا شايفينه قدامنا ده لكن ايديها ما كانتش راضيه تخرج. هي اللي استوقفنا جدا هو تعليقات الناس على الموضوع. اللي يقول لها اقطع ايديكي واللي يقول لها خسي شويه ما تاكليش علشان يمكن البرطمان يخرج لوحده واللي يقول لها هاتي شاي بتاع التخسيس اشربيه اللي يقول لها حطي ايديكي الثانيه وسقفي البرطمانات هتتكسر. يعني عامه الهزار كان سخيف جدا على ست في وضع فعلا محرج. تفتكر السوشيال ميديا عامه والتعليقات اللي من النوع ده بتبقى استخفاف زياده عن اللزوم وهزار دمه تقيل ولا ده فعلا بيبقى عقليه الناس ان هي مش هاممها حاجه كده؟ والله انا عندي ازمه ضخمه مع السوشيال ميديا عموما. انا شايف ان هي كشفت المجتمع بشكل اكبر، كشفت كل عورات المجتمع من زوايا مختلفه كده. الموضوع ابسط مما يمكن. انا ممكن ابقى شايف ان هي غلطانه ان هي اصلا نزلت الصوره على الفيسبوك، دي وجهه نظري تمام. لاني احنا بقت عندنا ازمه. انا دلوقتي اللي داخل ينام يقول تصبحوا على خير انا داخل انام. اللي مش عارف يعمل فبقى في كميه من العبث كده لحياتي موجوده على الفيسبوك. بس حتى لو هي عملت ده ما يبقاش الردود بالسخافه دي ايا كانت هي، يعني ايا كانت احنا بقينا للاسف هي في موقف ضعف يا حرام يعني ايديها محشوره. انا بقى هقعد مش عايز اقعد اخش في نت. ممكن تبقى بتعمل كده عشان مش عارفه تعمل ايه فيمكن حد يلحقها يقول لها حل. في ناس احيانا بتستخدم السوشيال ميديا في كده، اللي عايز يطلب مطعم، اللي عايز يسال على حاجه، احيانا الناس بتستخدمها. بس الموضوع بقى زايد عن حد وده قلل فكره البحث عموما، قلل فكره القرايه، فكره الصداقه الحميميه، كل ده بدا شويه يموت مع تطور التكنولوجي الرهيب. الازمه الاكبر بقت احنا تعليقاتنا بقت غريبه، مش في الموقف ده بس وفي مواقف ثانيه كتير. هتقابلي ناس طول الوقت بنتكلم عن اي حاجه شيء فني، الناس خلاص تحس ان هي قاعده فاكره المصطبه. هي بقى في مصطبه مختلفه وهي دلوقتي بقت مريحه اكتر لان انت ماسك الموبايل 24 ساعه في كل اتجاه قاعد بتعلق على الناس بس. فطبعا لا يعني حتى لو هي غلطانه او مش غلطانه، حتى لو خانها شويه ذكائها، لا الناس بترد ردود سخيفه في الموقف ده وغيره كتير قوي قوي للاسف. طب سيبنا يعني.